ظروف الاعتقال، يعني منين اعتقلوا؟ مرد بعيدهم، يعني سجل سجل، يعني سجل سجل. اسم كل واحد الاسم، اسم المعتقل، اسم الاب، اسم الام، مكان الاعتقال، تاريخ الاعتقال. مكان الاعتقال يعني اللي اعتقلوا من محله ولا من الشارع ولا داهموا بيته. الناس اللي دخلوهم من بيوتهم بالمداهمات. كل واحد لجنة المراقبة في مدينة دوما قوائم بأساس